السلام عليكم، عيد مبارك سعيد لجميع زوار الموقع. محمد مربو، انا واحد من اللجنه التنظيميه ديال افطار ديال صبيحه العيد. اليوم احنا هنا كشباب ديال المنطقه ديال مسلقاو كنحتفلوا بعيد الفطر. تقريبا المبادره اللي بديناها من سنه 2013، هذه 10 سنين حنا كنديروا المبادره هذه، اللي كتجي اختتاما ديال المبادره ديال خيمه الافطار المدني. اليوم كنجيو كنجسدوا اواصي الاخوه ما بين الناس ديال الحي ديالنا، ما بين العائلات، ما بين الناس اللي ساكنين بوحدهم، ما بين المغتربين اللي عندنا في الحي. كنجيو كندوزو تحياتي مربو، كنجيو كندوزو العيد هنا مجموعين. كنحطو كما شفتو كاع الاطباق المغربيه، الشباكيه، الحلوه، العواص، المهم كنخليو كاع العائلات ديال مسلقاو والساكنين ديال مسلقاو كيعيشوا الفرح مجموعين. وهذا اصلا معروف على الناس ديال مسلقاو، والهدف ديالنا من خلال هذه المبادره هذه هو نعطيو واحد الصوره ايجابيه للمنطقه ديالنا، المنطقه ديال مسلقاو اللي كتستحق منا كل خير. السلام عليكم، معكم كريمه من ساكنه منطقه مسلقاو. اولا عيد مبارك سعيد على الامه الاسلاميه جميعا وعلى كل المغاربه ومغاربه العالم ايضا. كيف ما كتشوفوا اليوم كنعيشوا اجواء العيد مع ساكنه المنطقه، مع الاحباب ديالنا، مع الجيران، مع الاصدقاء. هذه مناسبه للاحتفال، احتفال العيد. وما نساوش نشكروا شباب بسرقاو اللي كيسهروا وكيقيموا على خيمه الافطار الرمضاني اللي كيستافد منها ازيد من 200 شخص. ما نساوش ان نشكرهم، لان ماشي ساهل باش توقف على الافطار ديال 200 شخص. كنشكرهم بزاف، وكنشكروا المحسنين اللي كيتعاونوا معاهم والسلطات وجمعيات المجتمع المدني. السنه العاشره اللي كيقوموا عليها الدراري دائما ككل سنه، يعني كيسهروا الليل كامل كما كتشوفوا. راه التحضيرات ديال كيصيبوا الروز، الحلوه، الحليب، اتاي، القهوه، يعني اي حاجه اللي كتواجد في المائده المغربيه. اولا السلام عليكم، عواشركم مبروكه، راكم تشكر بزاف. الحمد لله انا قال المهم هذه الفئه شباب الحي، المهم على طول رمضان 30 يوم، المهم نسكر الافطار الجماعي، غادي التعاون المحسنين. المهم خلينا نزال بسلامتين ديك صباح العيد ديما غيكا هذوك الزهر بدنا صلاه العيد غادي تشكان. المهم نتقدى الفطور، المهم راه غيتمكرنا لاحبابنا، المهم راه غيتيسرات الرحيم، المهم راه غيتيني كله عيد مسرقه الحمد لله.